صدعتوا من الحديث عن السياسة في مونديال قطر 2022؟ لا تستغربوا لو قلنا لكم أن الشأن السياسي لم يفارق كأس العالم لكرة القدم منذ أول مونديال قبل 92 عاماً، هو فقط كان مرات أخف من مرات. تعالوا نعرف المزيد عن علاقة السياسة بكأس العالم باستعراض بعض أبرز هذه الوقائع منذ البداية. بعدما فازت الأوروغواي مرتين متتاليتين ببطولة كرة القدم في دورتين الألعاب الأولمبية عقدتا عام 1924 في باريس و 1928 بهولندا، اختارتها الفيفا لاستضافة أول كأس عالم لكرة القدم عام 1930. هذا الاختيار أغضب الأوروبيين كثيراً، خاصة إيطاليا والسويد وهولندا وإسبانيا وهنغاريا، فقاطعوا المونديال لأن كل هذه الدول كانت ترغب باستضافة الحدث التاريخي، ورفضوا الحضور والسفر لدولة في أمريكا الجنوبية رغم عرض الأوروغواي في التكفل بمصاريف الطيران ذهاباً وعودة. أما مونديال عام 1934 كان كارثة سياسية بكل المقاييس، لأنه وقع أثناء سنوات الكساد العظيم. وقتها كان العالم مفلساً حرفياً، فاستغل حاكم إيطاليا الفاشي موسوليني الفرصة لتتفوق بلاده في عرض استضافة المونديال، والتي استغلها إتشيلي ستاراس قائد الحملة الدعائية للفاشية ليمطر شعبه ببوسترات المونديال من الطوابع حتى السجائر، وصولاً للإذاعة التي نقلت المباريات على الهواء دعاية للنظام وقوته لا حباً في اللعبة. ثم فازت إيطاليا بالكأس، وسرت شائعات أن النظام قدم رشاً للحكام لضمان ذلك، فتوج المنتخب بكأس المونديال وكأس آخر يبلغ 6 أضعاف حجمه، وهو كأس من موسوليني شخصياً. كل هذا على أنغام النشيد الفاشي. هذا المونديال حضره 4 ممثلين رسميين عن ألمانيا النازية، وبعد النهائي ب4 أيام التقى موسوليني بهتلر لأول مرة، واتفقوا على تأسيس حلف المحور. صحيح، قبل ما ننسى، الأوروغواي لم تحضر لأن إيطاليا قاطعت مونديالها، وكذلك قاطعت كل من الأرجنتين والأوروغواي المونديال الذي تلاه عام 1938 لأنها أقيمت في فرنسا. بعدها أشعلت ألمانيا النازية الحرب العالمية الثانية، وتوقف المونديال ليعود في البرازيل عام 1950، ولكن الفيفا منعت ألمانيا واليابان من المشاركة بالمونديال لدورهما في الحرب. في العام 1978 فازت الأرجنتين بالبطولة التي استضافتها على أرض ملعب قريب من كلية الميكانيكا البحرية، والتي استخدمها النظام العسكري الحاكم كسجن مورست فيه أنواع التعذيب على المعارضين. وتناقل الإعلام العالمي أن العسكر استفادوا من الفوز وروجوا له على أنه نصر لكل الأرجنتينيين متجاهلين بطشهم بمعارضيهم. ونفس الفكرة أعادت عام 2018 عندما استضافت روسيا كأس العالم، وتردد عالمياً أن الفيفا تدعم سلطة الرئيس فلاديمير بوتين، وتردد أيضاً أن روسيا حصلت على تنظيم المونديال بالرشا، نفس المسألة التي أشيعت عن قطر.